شحال من حاجة درتيها مؤخرا أو العام اللي فات أو قبل بسنوات وما كانش خاصك ديرها، وشحال من حاجة اللي كان خاصك ديرها وما درتيهاش، وبالتالي انت اليوم كتعيش النتائج او جزء من النتائج من داك الشيء اللي درتي وداك الشيء اللي ما درتيش. وهاد النتائج تقدر تكون زوينه، تقدر تكون ما بين وبين، او تقدر تكون خيبة، وفي كلتا الحالات بثلاثة بهم غادي تكون صادفتي في الحياة ديالك. غير هو واش صادفتي الزوين بزاف ولا الخيب اللي صادفتيه بزاف. والاغلبية بيان سيغ الى لقى النتيجة زوينة تفرح وتفتخر براسه، ولكن الا كانت النتيجة ماشي هي هذيك وسيئة ومحطمة، كيفاش غادي دير تقييم الماضي ديالك؟ واش غادي تندم على داك الشيء اللي درتي وتقول الجهد كامل اللي درت مشى ليا في الخاوي، وعلاش انا خرجوا لي النتائج بحال هكا، وعلاش انا اللي ما نستاهلش نلقى الثمار ديال داك الشيء اللي خدمت؟ واش انا ما كنستحقش؟ واش ما عنديش الزهر؟ واش انا بوحدي اللي تعذبت وتكافست وضربت التمارة ولقيت هاد النتيجة؟ ياس، الأغلبية هكا تيدير التقييم الماضي ديالو والخدمة اللي كان تيدير، وتيبدا يشك في القدرات ديالو وتيلوم في راسو. ولكن ماشي هذا هو الفيدباك اللي خاصك تعطي لراسك، ماشي هكا خاصك تتعامل مع نفسك. اون فافواغ. التفكير في الماضي اي واحد تيجيه، وكله كيفاش تيشوفه. كاين اللي تيشوف راسو انه اليوم احسن من البارح، وبالتالي كيتموتيفا وكيزيد يخدم وتيقول فوالا راني في الطريق الصحيح. وكاين اللي نو، سوا تيشوف راسو باقي في بلاصتو ولا غادي الاكفس. وهادشي كامل راجع للخدمه اللي درتي البارح وفي الماضي بيان سيغ. فاذا كنتي كتلقى النتيجه دائما من بعد داكشي اللي خدمتي، الله يسهل عليك وكمل. ولكن الا ما كنتيش كتلقى النتيجه وكنتي فريمون كتخدم من قبل، وهذيك الخدمه والمجهود اللي درتي ما عطاك والو، وبديتي كتحس براسك كتحطم، فهنايا خاصك تاكسبتي اي نتيجه جاتك قبلها. علاش نقول لكم هكا؟ حيت خدمتي ودرتي اللي عليك. بطبيعه الحال غادي تجيكم قاصحه شويه في الاول، ولكن غادي تبدا ترب عليها بشويه بشويه، حتى تبني واحد الخليه ولا واحد لورغانيزم في الدماغ ديالك اللي من بعده مع المده ما غاداش تبقى تاثر بالنتائج كيف ما كان النوع ديالهم. كانت زوينه ومشرفه قول الحمد لله، ما كانتش زوينه وماشي داكشي اللي كتنتظر قول القادم احسن وكل توخيره فيها خيره. ما جبتش المواد ديالي وما نجحتش في النورمال وكل شيء خرج لي راه 13، قول في الاستدراكيه غادي نعوض ونقدر نجيب احسن من كون فاليديت في العادي. وغير امن بها وهضر مع نفسك وهضر مع ذاتك، وقول لي هذيك الخدمه اللي درت ما ضاعتش والمجهود اللي درت ما مشى فين، غير الله اختبرني وبغى يشوف الرياكسيون ورده الفعل ديالي. واش غادي نقول الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، واي حاجه تاخرت فالا الله باغي يعطيني اكثر ما كنتظر، وتصالح مع الماضي ديالك وديما دير اللي عليك وخدم، واخا ما تلقاش النتيجه في الاول ما تحطمش، وساعد نفسك وحررها من الافكار السلبيه وزيد خدم وغادي تلقى النتيجه ان شاء الله. والحياه ما فيهاش فرصه واحده، فكل نهار كتفيق فيه هو فرصه جديده، وكل سنه هي فرصه جديده، فما تحكمش على راسك باللي c'est fini. Voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous a plu. Je vous souhaite un grand et un très bon courage. Essayons next time.